إذا ألجأت الظروف أحد المسلمين أن يحيد عن هذا الطريق المستقيم، فليعد ويجدد النية ويستغفر مرة أخرى ويجدد ويبدأ صفحة جديدة. وإذا ألجأته مرة أخرى 100 مرة، ما أذنب من استغفر من الذنب ولو عاد إليه 100 مرة، وهذا على الكثرة. طبعا سبحان الله. طبعا ليس هنالك حد. لا 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 استغفر استغفر. شوف يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا يا الله ذنوبا، ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. الله. لكن الصالح قال ايه؟ سجد وقال يا رب انا وانت انت، انا العواد الى الذنوب وانت العواد الى المغفرة، فعاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. لا اله الا الله. سبحان الله. يا رب، هكذا كان يدعو، العباد لك غيري كثير لكن لا رب لي سواك، فاغفر لي وارحمني. سبحان الله. العباد لك كثير، انا غير، انا 6 مليار لك يعبدون، انا ماليش الا انت، ليس لي الا انت. فيتملق الله، يتودد الى الله بهذا المنطق، ينيخ راحلته بهذا المنطق على باب الله عز وجل. فلا بد من هذا موضوع تجديد النيه، لازم اتوب اول باول اول باول. هل نحن محاسبون على نياتنا؟ يا الله، قد تسبق نيه المرء عمله. يعني انا اقول ايه؟ ان شاء الله قبل ما ينتهي رمضان انا اخرج كذا صدقه، ما لها دعوه لا بالزكاه ولا بزكاه الفطر ولا غيره. وبعدين جاءت الامور عطلتني وانا صادق النيه، تكتب من هم منهم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه. قال يا رب عامل مجاعه وري بني اسرائيل جبال حصى ورمال واحجار، بص كده ما في يعطي الفقراء. قال يا رب والله وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك. قال الله يا موسى بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صلاة. يا الله. إن